السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أولي دور. رجعت لكم فيديو جديد، وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح يكون فيديو مميز جدا، وهذا أفضل مود جربته في قناتي اللي هو مود الصلاة في المسجد. اليوم إن شاء الله راح أخلي سي جي يدخل في الإسلام، راح نروح للمسجد ونصلي إن شاء الله. المهم قبل ما نبدأ شباب، الله يسعدكم، لا تنسوا تدعموني بزر اللايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، ويلا نبدأ. طبعا راح أضع لكم رابط تحميل المود في الوصف كالعادة من ميديا فاير، اللي يريد يحمله ويجربه. وفي نهاية الفيديو راح أوريكم طريقة التركيب. المهم الآن راح أستعرض لكم المود. طبعا شباب مكان المسجد موجود هنا، هنا بالضبط في الإشارة الحمراء، هاي تشوفون أين؟ هنا بالضبط. المهم راح نذهب إلى المكان طبعا، هكذا راح نركب في السيارة ونروح. وطبعا شباب اهتموا في صلاتكم، لا تتركوها أبدا. أدري أن هناك مشاهد يشاهدني الآن وهو لا يصلي، لذلك يا صديقي أنصحك أن لا تترك صلاتك أبدا، فهي أول شيء ستسأل به يوم القيامة، أول شيء. فيا صديقي يجب عليك بداية الصلاة الآن وفورا، إذا فاتتك الصلاة الآن اذهب وصليها. المهم الآن وصلنا شباب، تقريبا وصلنا. ها تشوفون ها هو المسجد ما شاء الله تبارك الرحمن. تشوفون شباب هنا محطة بنزين، ها هي تشوفون، وأيضا هنا المسجد ما شاء الله تبارك الرحمن، وهنا هذه لكي تشرب الكولا او فونتا او لا ادري. المهم شربنا، الان راح ندخل. طبعا اول شيء لا تنسون الوضوء، اول شيء راح نتوضا طبعا، وراح اشيل حذاء سي جي لكي نتوضا طبعا. اين هو؟ هنا، هكذا هنا، هكذا شباب الان سنتوضا. طبعا راح نذهب الى هذا الخيار شباب، هذا وضوء نضغط عليه هكذا. الان راح نتوضا، ها تشوفون سي جي الان يتوضا هكذا. انتهينا من الوضوء شباب، الان راح ندخل لكي نصلي. واو ما شاء الله تبارك الرحمن، والله موض متقون شباب 100%. ها تشوفون سجائد، وهناك القران، ها هو مصاحف، والله ها هو اسم الجلالة، ها هو تشوفون هو، وهنا المصلي اللي يصلي بالجماعة الإمام. المهم راح نبدأ نصلي. طبعا شباب تستطيعون الصلاة لوحدكم، وأيضا تستطيعون الصلاة بالجماعة. أول شيء احنا راح نصلي لوحدنا، بعدها راح نصلي بالجماعة. طبعا شباب للصلاة وحدكم لازم تروحون إلى هذا الخيار، هذا صلاة، تضغطون عليه هكذا، بعدها سي جي راح يبدأ يصلي. ها تشوفون شباب ما شاء الله تبارك الرحمن، والله مود متقون 100%، أهني صاحب المود. ها تشوفون والله رهيب جدا هذا المود، واو ها يسلم وكل شيء، واو حتى أنه جلس ونهض. وأيضا شباب تستطيعون تصلون صلاة الجماعة، ما عليكم سوى تروحون الى هذا الخيار جماعة، تضغطون عليه هكذا، بعدها راح ينزل لك جماعة تصلي. ها تشوفون تشوفون كيف شباب، ها هي تصلي عادي، ها ما شاء الله والله مود رهيب جدا شباب ومتقون، اهني صاحب المود للمرة الالف، والله اعجبني هذا المود كثيرا، واو رهيب هذا المود جدا. تشوفون شباب تشوفون كيف يصلون مثل الواقع بالضبط، ويسلمون وكل شيء، يدعون ايضا تشوفون، واو. المهم شباب اتوقع استعرضت لكم المود بشكل كامل. المهم الان شباب راح اخليكم مع طريقة التركيب، يلا. طبعا شباب راح ندخل على برنامج زار شيفر هكذا، بعدها راح نروح الى الداونلود طبعا، وراح نلقى المود، ها هو مود الصلاة في المسجد للعبة جي تي اي اس اي للاندرويد، حجمه 4 ميجا فقط. المهم راح نضغط عليه ضغطة عادية، بعدها الخيار الثاني استخراج هنا هكذا، بعدها شباب راح يطلع معنا ثلاث ملفات جديدة. المهم راح نبدأ بالملف الاول، راح نضغط عليه ضغطة مطولة، بعدها قص
ونروح إلى ذاكرة الجهاز، بعدها أندرويد، بعدها داتا، بعدها شباب نضغط على الدائرة الخضراء اللي في الأسفل على اليسار هكذا. بعدها إذا ظهرت لكم هذه اللافتة ضعوا هنا علامة صح، بعدها اضغطوا على استبدال هكذا. الآن أنهينا الخطوة الأولى، تبقى لنا ملفين فقط. المهم راح نطلع من برنامج زار شيفر، بعدها ندخل على برنامج جي تي اي اي ام جي تول، بعدها شباب راح نضغط على اوبن اي ام جي هكذا، ونروح الى اندرويد داتا، بعدها الى ملف اللعبة فايلز، بعدها تيكس دي بي، ونضغط على جي تي اي 3 اي ام جي، بعدها سيليكت، بعدها شباب نضغط على الثلاث نقاط اللي فوق على اليمين، بعدها الخيار الثاني، بعدها هنا شباب راح نرجع الى الوراء هكذا، ونروح الى الداونلود طبعا، ونضغط شباب هنا، نضغط هنا هكذا، بعدها نضغط على اول لتحديد الكل، ونضغط على السيلكت وفقط. الان راح ننتظر ريتما ينتهي. بعد ما ينتهي شباب راح تطلعون من برنامج جي تي اي اي ام جي تول، وتدخلون على برنامج تي اكس دي تول هكذا، بعدها تضغطون على الدائرة الوردية اللي في الأسفل على اليمين هكذا شباب. بعدها راح تروحون إلى أندرويد داتا، بعدها إلى ملف اللعبة فايلز، بعدها تيكس دي بي هكذا، بعدها جي تي اي 3، بعدها نضغط على هذا الملف، نضع هنا علامة صح، ونضغط على سيليكت. بعدها شباب راح نضغط على الدائرة الوردية اللي في الأسفل على اليمين هكذا، بعدها الخيار الأول from image، بعدها أيضا شباب الخيار الأول with alpha، بعدها شباب هنا راح نروح طبعا إلى هكذا، شوفوا أين راح تروحون إلى الداونلود هكذا، وتضغطون شباب تضغطون هنا import to gta3 txt، هذا تضغطون على هذا الملف هكذا. بعدها راح تطلع لكم هذه الصور، راح تضغطون على المربع شباب اللي فوق جنب علامة الصح، تضغطون عليه هكذا لكي تحددوا كل الصور طبعا هكذا. بعدها راح تضغطون على علامة الصح اللي فوق على اليمين هكذا. بعدها هنا شباب لا تلمسوا اي شيء، فقط اضغطوا على اوكي هكذا. الان راح تنتظرون ريتما ينتهي. بعد ما ينتهي شباب خلاص مبروك عليكم مود المسجد، ادخلوا الى اللعبة واعملوا هكذا زي ما انا عملت، استكشفوا المود واستمتعوا. المهم شباب وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، واذا اعجبكم طبعا لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، وتشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين، لكي تشجعوني اني استمر في نشر المقاطع اللي تفيدكم وتعجبكم ايضا. المهم شباب يلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust, oh.